عدد عبد الرحمن شغوف بحب الغنم ولا لا؟ اي نعم. ولك قصص مع الغنم؟ والله احنا انا صورت المواقف هذه في قصيدة. يا سلام. صورتها وفي ناس عجبوا بها، خاصة ما رجيلنا الطيبين، يعني يمكن بعض الشباب اللي بعض الألفاظ يمكن ما يفهمها ولا ما تدخل مخه. حلو حلو. لكن ده وكثير ما يسألوني عنها وكثير ما يقولون أعطنا معناها يعني لا يقولون يعني ربعنا يبونها الأولى على أساس أنها كانت ايه تذكرهم بالماضي وكذا. يا سلام، وحنا نبيها بعد بعض. الله يجزاك خير. سمعناها هذه، يقول لك هذا يوم طال عمرك الغنم ما جت للبيت، و ف ما هي بعادة طبعا انها المفروض انها تكون جت. اي هذا الراعي ما جابها يعني ذاك اليوم. الراعي ذاك اليوم ما جابها نهائي، ما ادري وش جايه، ما ادري جاي رد السيل ولا ما ادري شو، لكن في نهايه القصه القصيده يبي يتضح وش السبب. انت مخليه يعني في القصيده. اي في القصيده كل شيء. توكل توكل. يقول لك غنمنا ما هي بالعاده تعدى حزت مضواها. غنمنا ما هي بالعاده تعدى حزت مضواها، عسى ما ضيعها الشاوي. الراعي يسمونه الشاوي. الشاوي الله الله. عسى ما ضيعها الشاوي، صدت عنه وتعداها. صلينا المغرب ما وصلت، والمغرب قبله ملفاها. يا سلام. صلينا المغرب ما وصلت، والمغرب دايم ملفاها. غنمنا تنصى سكتنا تجي. اي معروف. غنمنا تنصى سكتنا، وما جاء يوم دورناها في انسان ان الباب مطرف، يسمونها مطرف يعني مردم، غردتهم زوجها. ثاغت عنده وادخلناها، وانسانه مهجوج تدخل، وفي مربضها حوشناها. يصورون حاطين لهم مثل الحجيره في اخر البيت ولا حوش ولا شيء، يحجزون الغنيمه فيه. لا ولعلمك ترى في الشتاء تحت وفي الصيف يرقونها للسطوح، مساكن جنبه تقوم نايمين منه والغنيمه في الجهه الثانيه مربطات ولا نعم. يا ربي لك. وتجتروا تون احيانا اذا صارت جايته من بعيد من تبلشهم. اي يلا. صلينا المغرب ما وصلت، والمغرب دايم ملفاها. غنمنا تنسى سكتنا، وما جاء يوم دورناها في انسان ان الباب مطرف، ثاغت عنده وادخلناها، وانسانه مهجوج تدخل، وفي مربضها حوشناها، ومن الصفه نملى معلف عشب يابس وكرمناها. يا سلام. ومن الصفة نملى المعلف عشب يابس وكرمناها. الصفة هذه غرفة عاد ما هو بعرف جيلنا. اي نبي نشرحها. غرفة يسمونها الصفة، هاي تكون في اخر البيت وتكون ما لها نوافذ على هذا، لان البيوت اصلا متلازقة. هي. وتكون في اخر البيت وتصير عادة ما لها الا الباب متنفس والباقي اظلم. يا سلام. اي وان كان ومن الصفة نملة المعلفة، يكونون أحيانا يخزنون فيها العلف الاحتياطي اللي قلت لك هذا. أي. يخزنون في الصفة أو أكل أو شيء. نعم شايف. ومن الصفة نملة المعلفة عشب يابس وكرمناها، ونقثة حويل يلفاهم تلها فيه وحلبناها، يعني قطعة تمر حويل، لأن الحويل ما عاد يأكلون الناس، يصير للسنتين ثلاث. أي. فهم ما يرمونه، يحطونه إيش الغنيمات. يا سلام. تلها فيه وحلبناها. ثم جمعنا لبينتها وفي صميلنا خضيناها. الصميل معروف معروف. وفي صميلنا خضيناها، نومي لين الزبد تطفح، وبصابعنا غثيناها، يعني جمعناها شلناها. ونجيب التمرة ونشلد من الزبدة هذه. ايه. ونجيب التمرة ونشلد، والمعدنة رشخناها. ثم ننصى مراقدنا. خلاص قضينا، ما عندنا هذا عشان قضينا هذا الشغل كله، هذا العشاء خلاص قضينا. ثم ننصى مراقدنا، ونعمة ربي شكرناها. يا ربي لك الحمد. غنمنا صدز نغليها، وطبايعها ما ننساها، لو انك شفتها فرحتنا يوم احنا شريناها. شريناها مضاريع. يا سلام. وفي المفلة ومع شريناها مضاريع، وفي المفلة جابت ظناها. لو انك شفته فرحتنا. مضاريع يعني حمل. حمل. وجابا ولده في المفلة مرة مع الراعي، يجيب العنقان صغيرات ولا تيوس فيها الخروج دي، وما وهو جاي مجبل. وهذه فرحة عاد لأهل البيت.
يفرحون إلى منهم جاءهم وليد جدد جايهم خير جايهم خير الله الله ويعطونا يعني مثل الهدية للراعي كروة نحافظ عليها ثم غنمنا صدز نغليها وطبايعها ما ننساها لو انك شفتها فرحتنا يوم حنا شريناها مضاريع وفي المفلة جابت ضناها حتى الشاوي زدنا شيء تسيله التسيل يسمونه يعني الأجار كروته يمكن كان ياخذ ربع ريال أو نص ريال على الرأس لمدة شهر الله نعم لمدة شهر كامل يمكن ربع ريال أو أحيانا نص ريال على الرأس أنت عندك رأسين ثلاثة على حسب وغنم الديرة تجي لها مثلا 100 ربع يعني 25 ريال شهر كامل يطلع بها ويرجع بها 25 ريال يا رب لك لو انك شفت فرحتنا يوم حنا شريناها مضاريع وفي المفلة جابت ضناها حتى الشاوي زدنا تسيله وروحنا له من الباهة معروفة اللبات اللي هي اللي تجيب اللي تولد أول ما تولد نعم طعمه خطير ذا طعمه خطير هذا سبحان الله العظيم فيه زي المضادات الحيوية للطفل نفسه للتيس أو للمولود إلى الرضع يصير كويس سبحان مضادات الله. حيوية بس إنها كنا نشارك هذا في المضادات هذه يأخذونها ويحطونها بطريقة معينة ويحطون معها أم خضيرة على ما قالوا اللي هي الحبة السوداء وثم وخر ولا انا اكلتها كم مره ممتازه حقيقه انها من اروع ما شفت شلون اي والله الله الله حتى الشاوي زدنا تسيل وروحنا له من الباهة يلا يا سالم يا خي هذا اخوي الله يرحمه توفى من قريب الله يخليه يجرى في جنته كان طريدي على ما قلنا يلا يا سالم يا خي ننشد كودا نحن نلقاها ننشد في حوش الجماعه وفي قاص الديره ودناها وثر شاوينا حاجرها لجل أرقته ما خلاها هل الشهر ما درينا وقرشاتها ما نساها إذا انتهى الشهر ما روحها للبيت يجي في مكان زي الحيالة خارج البلدة زي حائط قديم نخل المزرعة وكذا ويحجرهم فيه يحجرهم فيها تعال سلم الربع ريال وطلع الغنم حقاتك تبي حلالك ومالك سلم ربع ريال الله الله يا سلام زي الكاشير الحين يسمونه الكاشير وهذا اللي حصلوا سلامتكم الله يبيض وجهك ويسعدك في الدنيا والآخرة.